أصدقائي تلاميذ الصف الرابع في مدرسة المناهل الدولية، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات التعليم عن بعد في مدرستنا الحبيبة. أسعد الله أوقاتكم أحبابي بكل خير. لقاؤنا يتجدد وعزيمتنا لا تكل وهمتنا لا تمل، ولا يزال شعارنا همة حتى القمة. درسنا لليوم في مادة التربية الإسلامية تابع للدرس السابق، وهو بعنوان هو أزكى لكم. كنا قد تناولنا أدب الاستئذان كسلوك حضاري رفيع وخلق كريم أدبنا به ربنا ليدل على حسن تربيتنا، وكنا قد شاهدنا معا قصة زياد والعم شاكر، واستنتجنا منها دروسا كثيرة تجلت كلها في آيات الذكر الحكيم التي وردت في سورة النور. واليوم سنتابع في هذه الآيات تلاوة وحفظا إن شاء الله تعالى، وسيكون عبارة عن أنشطة جميلة تسعدون بها. اسمعوا جيدا في هذا النشاط الآيات من القارئ، وحاولوا أن تكون أعينكم على الكلمات التي يتلوها. نشاط واحد، تعالوا نقرأ الآيات القرآنية الكريمة قراءة متقنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، مرة أخرى، انتبهوا جيدا، رعاكم الله. أحسنتم يا أحبابي، بارك الله بكم على حسن إنصاتكم. والآن إلى النشاط الثاني، تعالوا نملأ الفراغات بالكلمات المحذوفة. هيا يا محمد، تعال لنملأ الفراغات معا. ما اللون الذي تحبه؟ سأكشف الكلمات الصحيحة به. إنه اللون الأخضر. تمام، تفضل. وأنتم يا أحبابي اختبروا أنفسكم معنا، وهاتوا الدفتر والقلم واكتبوا الكلمات المناسبة. هيا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين، ما هي الكلمة هنا يا محمد؟ إنها الكلمة آمنوا. لنرى. قلت أنها، أنك تريدها باللون الأخضر. لنرى. نعم، أحسنت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. لنرى. غير بيوتكم، لنرى إن كانت صحيحة. غير بيوتكم، أحسنت يا محمد. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. لنرى إن كانت تستأنس أو لا. نعم، أحسنت يا محمد، إنها تستأنس. برأيك ما معنى كلمة تستأنس؟ معناها هي كلمة تستأذن. أحسنت، تستأنس أي تستأذن. شكرا لك يا محمد. لنكمل، وتسلم على من سيسلمون؟ على أهلها. على أهلها. أحسنت، على أهلها. لماذا لم نقل أهلها؟ لأن قبلها حرف جر. على أهلها. لنرى. نعم، إنها أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون. لنرى. لعلكم تذكرون،
أحسنت يا محمد. إذن الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا، لنرى. نعم أحسنت. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، لنرى. فلا تدخلوها حتى يؤذن. أحسنت. حتى يؤذن، لنرى. صحيحة. حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لنرى. أحسنت يا محمد. هو أزكى، لنرى. أحسنت يا محمد. هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. أحسنت. إنه عليم بكل أمورنا، لنرى. عليم. الآية الثانية: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح. نعم، ما هي الكلمة؟ جناح. جناح بضم الجيم. أحسنت يا محمد. ليس عليكم جناح. هل تعرف ما معنى جناح يا محمد؟ لا أعلم. ما معنى جناح؟ نعم، إنه الإثم. ليس عليكم إثم أو وزر أن تدخلوا بيوتا. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير ماذا؟ غير مسكونة. لنرى الكلمة. غير أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع. ما معنى كلمة متاع؟ إنها كلمة منفعة. إنها منفعة. أحسنت. والكلمة هي متاع. متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما تبدون ماذا؟ ما تبدون وما تكتمون. أحسنت. هل تعلم يا محمد أن كلمتي تبدون وتكتمون هما كلمتان متضادتان؟ نعم. ما معنى كلمة تبدون؟ تظهرون. وما معنى كلمة تكتمون؟ تخفون. أحسنت يا محمد. بارك الله بك، وأنتم يا أصدقائي فقد أبدعتم. شكرا لكم. والآن إلى النشاط الثالث. تعالوا نملأ الفراغات بالجمل المحذوفة. نعم، لدينا فراغات، ولكن ما سنكتبه هو جمل وليس كلمات. هل أنت مستعد يا صديقي؟ وسنختار اللون الأزرق الآن. لنبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، ما الجملة التي تليها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. لنرى الجملة الأولى. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. لنرى.
قلنا أننا سنختار اللون الأزرق. جميل. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. أحسنتم، أحسنت يا مريم. حتى تستأنسوا وتسلموا. الآن ما الجملة الثانية؟ وتسلموا. ما الجملة الثانية؟ وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم. نعم، شكرا لك يا آلاء، سلمتي. لنرى إن كان صحيحا أو لا. قلنا سنستخدم اللون الأزرق. وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أحسنتي، شكرا لكم. الجملة الثالثة، الجملة الثالثة هي في بداية الآية، فلا تدخلوها. ما الجملة التي تسبقها؟ نعم، نعم يا جنى، أحسنت يا جنى. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. لنرى. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. أحسنت يا جنى. والجملة الرابعة، ماذا يا بيان؟ ماذا ستكون الجملة الرابعة؟ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أحسنتم. كلمة هو أزكى لكم أو جملة هو أزكى لكم هي عنوان درسنا بالأصل. لنرى. هو أزكى لكم، بقيت كلمة لكم. إذن وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح. ماذا؟ ليس علي إثم. بماذا؟ بماذا عفى الله عني؟ بماذا؟ نعم، نعم يا ريان، نعم يا ريان، تفضلي يا ريان. هل تذكرت الجملة؟ هل تذكرت تتمة الآية؟ ليس عليكم جناح. نعم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. أحسنت، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. شكرا لك يا ريان. والآن الدور على فاطمة. نهاية الآية، فيها متاع لكم. ما هي نهاية الآية يا فاطمة؟ فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أحسنتي، لنرى. شكرا لك، إبداع. نعم، أحسنت يا فاطمة. أصبحت الآيات جاهزة لنعيد قراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ما معنى
معنى كلمة متاع؟ أي فائدة ونفع. وما معنى كلمة جناح؟ اسم أو وزر. إذن فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. مرحى لكم. والآن يا أحبابي سنسمعها مرة أخرى من القارئ. استذكروا جيدا الكلمات. أرجو أن تكونوا حفظتم الآيات، وعليكم أن تحلوا النشاط وتقوموا ببحث صغير عن السؤال الموجود في التقويم، وتبعثوا أبحاثكم إلى معلمكم مكتوبة بخط جميل أو عن طريق الحاسوب. السؤال هو: برأيك هل تستطيع أو هل نستطيع استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الاستئذان؟ ولماذا؟ وعند هذه المحطة ننهي معكم حلقتنا لهذا اليوم، على أمل لقاء آخر قريب إن شاء الله تعالى. حفظكم الله وحماكم وجمعنا بكم بعد فترة وجيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأمان الله.